تداوي كما ذكرت في باب الأدوية أنه من حق البدن، وإن لبدنك عليك حق. طيب، إذا كان التداوي هنا بأمر محرم، هذا المحرم الذي حرمه الله هو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا تعارضت يعني المصالح بين حق الإنسان وحق الله سبحانه وتعالى، الآن يرجح هل هذا الأمر ضروري؟ إذن يجيز الله سبحانه وتعالى استخدام هذا الدواء إلا ما اضطررتم إليه. طب أمرا ليس ضروريا، أمرا ترفيهيا مثلا، الآن يغلب حق الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا إنسان عنده هذا الإظفار فيه مثلا خشونة، هل يأخذ الخمر أو يأخذ مثلا دهن الخنزير أو مادة محرمة من أجل أن يعني ينعم هذا الإظفار؟ لو لم ينعم هذا الإظفار لا يؤثر على الإنسان ولا على حياته ولا إلى على شيء، فهنا يغلب حق الله سبحانه وتعالى. وهذه مسائل نظرية ويعني فرضيات لتوضيح هذه المسألة، حتى الإنسان لا يتعاطى المحرم بأسباب ليست ضرورية، يعني بأوهام، كما بعض الناس يأخذ مثلا الربا من أجل أوهام، يحل الربا أو يحل السرقة أو يحل الرشوة ليس لأمر يجيزه الشرع. مثلا تجد هذا الإنسان يريد أن يشم الهواء أن يسافر، فيقول يعني أنا أخذت الربا اضطررت إليه حتى يعني أسيح في البلاد، وهل الشرع أجاز لك من أجل أن تطوف وأن تعمل هذه السياحة أن تأخذ الربا؟ لا يجوز الشرع الحرام يعني الربا في هذه الحالة. وعلى هذا فقس، والله